السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنشوف طريقة إنشاء حساب إنستجرام جديد بدون ما هنحتاج لرقم هاتف وبدون ما هنحتاج لإثبات هوية، وكمان هنأكده مع بعض عشان نضمن إن هو يفضل شغال معانا دايما. وعشان ما أطولش عليكم في المقدمة، يلا بينا نصلي على سيدنا محمد ونبدأ الشرح مع بعض. أول حاجة كده هنروح نفتح تطبيق الإنستجرام. الطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهنا هنضغط تحت خالص على انشاء حساب جديد، وهنا هيطلب منك ان انت تدخل رقم الموبايل. طبعا احنا مش هنستخدم رقم موبايل في انشاء الحساب، فهنضغط كده على التسجيل بالبريد الالكتروني، وهنا هيطلب منك ان انت تحط البريد الالكتروني بتاعك. طبعا لو انت مش حابب تحط البريد الالكتروني بتاعك، هتلاقيني سايب لك فيديو هيظهر فوق فيه علامة الاي دي وفي صندوق الوصف تحت ازاي تقدر تعمل بريد الكتروني وتوثقه وتأكده وبرضه بدون رقم موبايل. تقدر تروح تشوف الفيديو وترجع تكمل الخطوات تاني، ولو انت عندك بريد الكتروني بالفعل تقدر تكتبه في المكان ده وتكمل معايا الخطوات. ولو رجعت للفيديو اللي فات هتلاقيني سايب لك الطريقة اللي انت تقدر تعمل بيها مئات الحسابات من الجيميل، وبالتالي تقدر تعمل عدد حسابات لا نهائي من الانستجرام والفيسبوك. بعد ما كتبنا كده البريد الالكتروني هنضغط على التالي. وهنا شباب طلب مني ان انا ادخل الست ارقام اللي بعتهم لي في الرسالة على البريد الالكتروني، فانا دلوقتي هروح اتجه للبريد الالكتروني او الجيميل اجيب منها الست ارقام دول. تمام جدا يا شباب، دلوقتي الانستجرام بعت لي رسالة زي ما انتم شايفين وقال لي هو ده الكود بتاع تسجيل الدخول. هناخد الكود ده كده نسخ، وهنرجع تاني للانستجرام وهنضغط على وهنضغط هنا كده لصق وندخل الكود وهنضغط على التالي. في الخطوة دي طلب منك انشاء كلمة سر، فيفضل ان حضرتك تكتب كلمة سر قوية، ودي بتكون عبارة عن حروف كابيتال وحروف سمول وارقام ورموز، فانا هكتب كده كلمة سر وارجع لكم مرة تانية. بعد ما كتبنا كلمة السر هنضغط كده على التالي. هنا شباب طلب مننا ان احنا نحفظ معلومات تسجيل الدخول عشان مش كل شوية نكتب الايميل وكلمة السر، فانا هضغط كده على حفظ. وهنا طلب مني تاريخ الميلاد، طبعا تقدر تحط اي تاريخ ميلاد حضرتك عايزه، ولكن المهم ان هو يكون فوق ال 18 سنة عشان ما يطلبش منك تأكيد هوية. وتقدر ان انت تعمل تاريخ الميلاد نفس ما انا هعمله كده دلوقتي وتغيره اي وقت بعد كده، وهو في كل الحالات مش هيظهر لاي حد. وبعد ما زبطنا تاريخ الميلاد يا شباب هنضغط كده على تعيين وهنضغط كده على التالي. وهنا طلب منك ان انت تحط اسمك، تقدر طبعا تحط هنا اسمين على الاقل، وتقدر تكتب اي اسم حضرتك محتاجه، فانا هكتبه كده عادي باسمي وهضغط على التالي. هنا شباب قال لي اسم المستخدم الخاص بيك في انستجرام هو تقريبا نفس هو البريد الالكتروني، فانا هضغط كده برضو على التالي. وهنا هتوافق على الشروط والاحكام، وزي ما انتم شايفين يا شباب مبروك عليك، الحساب اتعمل وزي الفل وتمام ومفهوش اي مشاكل. ولكن هنا في نقطة بسيطة جدا لازم تاخد بالك منها، ممكن اول ما تعمل حساب تلاقي البرنامج خرج خالص على الصفحة الرئيسية بالشكل ده، تقدر حضرتك تروح تفتحه تاني وتدخل الايميل والباسورد. ولو حضرتك عملت حسابات كتير على نفس الجهاز ده بتلاقي الانستجرام طلب منك تأكيد الهوية. تأكيد الهوية ده بيكون عن طريق البريد الالكتروني، بتدخل حضرتك برضو البريد الالكتروني وبيبعت لك عليه رمز، بتاخد برضو الرمز ده وتحطه برضو في الانستجرام وبيقول لك تم تأكيد الهوية، وبيفتح معاك الانستجرام بشكل طبيعي جدا. هندخل كده شباب على الصفحة الشخصية، تقدر هنا بقى حضرتك تحط جميع البيانات اللي حضرتك محتاجها. ده كده كان فيديو شرح النهاردة، اتمنى يا رب يكون الفيديو اعجبكم، ولو الطريقة نجحت معاك ما تنساش تعمل لي لايك وتشترك في القناة لو انت اول مرة تشوفني وتفعل زر الجرس. لو عندك اي سؤال تقدر تسيبه لي تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله في اسرع وقت ممكن. تلاقيني برضو سايب لك عدد كبير جدا برضو من حسابات الفيسبوك وبنفس الطريقة، حضرتك ترجع لها لو حضرتك محتاجها. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.